وجاي خد الانبوبه يوم الجمعه. انا اديته مفتاح بعد صلاه الجمعه، هو صار فبقى اخذها وجم الجمعه اخذها. المهم انا وقفت السبت موجوده، السبت الحاجات موجوده في المدرسه، السبت الحاجه موجوده في المدرسه. وخد الوقت خدته من اللي انا عندك ده، خده من عندك، خده من عندك. وانت خدته بعد كده وديته فين؟ اللي احنا مسكناه. المهم تهديت خدته من دي. ما قالكش كان هيعمل ايه في الانبوبه دي؟ لا ماشي. وانت ما سالتوش؟ يعني مش بتساله انا يعني انت عايز انبوبه اخدها انبوبه عايز تنفل فيه؟ وكان قال لك انا هاخد الخرطوم برضه ولا لا؟ انا عايز وسع طول في وسع. لان كنت انا جبتها برضه مش عايز ادخل الحته انا اجيبها منين؟ كنت بتقول ربع بقى كل قد ايه؟ مثلا لو انا في جمعة ولا جمعة يعني كل مثلا جمعة علشان شغلك كنتش متداول عندي شغل.